السلام عليكم يا أصدقائي. طبعا اليوم رجعت لكم فيديو جميل، هو فاير باس الفراعنة يا جماعة، راح نكتشفه الآن إن شاء الله. طبعا خلينا أول إشي نشوف المقدمة تبعته، مش فاضيلكم يا جماعة، هسه بدنا نكتشف الفاير باس جديد. دي بص، شو بشوف؟ ماشي شي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. طبعا يا جماعة هذا الفاير باص يعني عن جد يا جماعة جميل. خلينا أول إشي نشوفه. شوف طبعا هذا الفاير باص عن جد، شوف هاي المكلاة، هذا أول سكن بنزل للمكلاة، هذا أول سكن يا جماعة بنزل للمكلاة. طبعا طبعا يا جماعة الآن شوفوا هذا سكن البيت، الشعر جميل طبعا، والتيشيرت والبنطلون كل إشي عن جد سكن جميل. طبعا أول بطاقات الدايمو جي 18 يا جماعة، في سكن عندكم جي 18. طبعا لوحة تزلج أسطوري، شوفوا يا جماعة عن جد أسطوري والله العظيم. هذه القنبلة، كان الفير بس الماضي فيه لا هذا صندوق اللوت. طبعا هذا صندوق اللوت، وهذا الحجر، هاي حقيب مستوى 3، وهاي 2، وهاي 1، وهذا السكن يا جماعة والله العظيم يا جماعة فخم عن جد. طبعا هذا كان فيديو اليوم، وعن جد يعني اختصرت فيديو معكم، ولا تنسوا يا جماعة الاشتراك بالقناة دايما عشان نستمر في نشر المزيد ان شاء الله. وكان معكم لؤي جيمرز، ومع السلامة.